خالد عاش اعتقد انه فتره حياه كانت يمكن هي من اصعب فترات حياه اي فنان سعودي للامانه. يعني هو الوحيد اللي اعتقد مر في تغييرات جذريه وكبيره في حياته، والحقيقه انا اقول عنه هو سفير الفن التمثيل في السعوديه، لانه لم يستقر في مكان واحد. خالد بدأ في الرياض، عفوا ايه هو بدأ الرياض وبعدين انتقل حسب كانت حراك الحركة الدرامية في البلدان الأخرى. يعني راح للأردن استقر فيها، سكن فيها، أيضا استقر في سوريا، استقر في مصر، اشتغل أعمال مع كبار الفنانين العرب. كان هو الممثل السعودي الوحيد اللي له تجربة خارجية يمكن أكثر من تجربته الداخلية. فنان بمعنى الكلمة، يعني محب لهذا المجال.